لي بات من اسهل الوصفات. شنو بان لكم الا زدنا عليهم اليوم البروكولي؟ تبعوا معايا الحلقه باش تشوفوا كيفاش غايجيو. السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم وليمة مع حليمه. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا غراتان ديال لي بات طوساد بالبروكولي والكفته. بقاو معايا نشوفوا المكونات باش غادي نوجدوهم. غنحتاجوا في المكونات صوص طوماط اللي غادي نحضروها بطريقه الاعتياديه، يعني كنقطعوا مطيشه طراف شويه كبار، كنزيدوا معها شويه ديال الزيت، ملح وبزار، شويه ديال الزعتر، ممكن يزيدوا حتى التحميره، كنخليوها كطيب، كنطحنوها وكنردوها كتغلي واحد شويه. بالنسبه لي بات فانا استعملت هنا طوساد 500 غرام، كنسلقوها في ماء غليان مع الملح والبزار وشويه الزيت. بروكولي مسلوق والكميه اختياريه، بصله مشلضه، فرماج محكوك، كفته ديال اللحم، ملح، بزار، معدنوس والقشده طريه وزيت الزيتون باش غادي نقليو. نخليكم دابا مع لائحه المكونات وندوزو مباشره طريقه التحضير. وباش تحتفظوا بالمقادير غتلقاو تسجيل الحلقه في مواقع التواصل الاجتماعي. حاجه كناخذوا الزيت، هاد الكميه قليله ماشي بزاف، غادي نزيدوا واحد البصله اللي شحرناها رقيقه، كنخليوها طيح غير شويه، كنزيدوا معاها الكفته. بالنسبه للكفته فهادو الكميه اللي بغيتو هنا تقريبا هنا واحد 200 حتى 250 غرام. غادي نزيد معاها الملح والبزار وديما على حساب الذوق. شويه ديال المعدنوس، ممكن تزيدوا العطر اللي بغيتو على حساب الذوق ديالكم. غادي نحاول انني نفرتها صافي. ملي كتشحر مزيان غادي نزيد معاها مطيشه او صوص طوماط، ممكن تحضروها بالطريقه اللي بغيتو. كنخلطوها وكنحركوها مزيان مع البصله والكفته. غادي نزيد معها شويه ديال الكريمه السائله الخاصه بالطب، غير واحد الكميه قليله ماشي بزاف، لان بغينا غير نهرسوا الحموضه او لاسيديتي ديال المطيشه. تقريبا واحد ربع كاس صافي، كتكون لاصوص ديالنا واجده. غادي نطفي عليها وغادي نمشي نخلطها مع لي بات باش نعمر المول ديالي بالكراتان. كناخذوا لي بات اللي كيكونوا سلقوا وخليناهم يستقطروا مزيان من الماء، ضروري ما نستقطروهم. كنزيدوا معاها لاصوص كامله، غادي نخلط مزيان صافي. بعد ما كنخلطوه مزيان حتى كينسجم كناخذوا مول يكون مدهون بالزبده، وكنديروا فيه لي بات صافي. ونقادوه مزيان بهذا الشكل. هنا ممكن ديروا لا بيشاميل الا كيعجبكم المذاق ديالها، وما ديروش الكريم فريش طبعا، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. غادي نزيدو البروكولي، غنحطو غير من الفوق هكا طريفات بهاد الطريقة، راه مسلوق من قبل مع الملح ومصفينو من الماء صافي. غادي نستمر كنقادو بهاد الشكل. غادي نزيد الفرماج او الموتزاريلا اللي بغيتو، اي نوع كتفضلوه ممكن انكم ديروه. كنشعل الفران كيسخن على 200 درجة وكندخلو حتى كيتكغاتينا هاد الفرماج وكيدوب مزيان، وكنخرجو ونرجعو نشوفو الشكل النهائي ديالو.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا بعد ما جبدناه من الفران. كما لاحظتوا غير كيذوب الفرماج وكيتحمر واحد شويه كيكون جاهز تقريبا واحد 10 دقائق كافيه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، جربوها. كنشكركم دائما على المتابعه وما تنساوش تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لبرنامجكم ولما حديثه، والى اللقاء.